أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائم يقول: هل يجوز أن أحكم على الكافر المعين إذا مات على كفره أنه في نفسه خالد مخلد في نار جهنم؟ الكفار نعم، العموم الكفار في النار خالدون مخلدون فيها، أما الأفراد فلا نحكم على أحد منهم أنه من أهل، لكن نخاف عليه، نخاف أنه من أهل النار. نعم.